يا جماعة سلام واهلا وسهلا فيكم، صباح الخير للجميع. اليوم احنا رايحين في كيا، بدنا نروح نتبضى نورجيكم شو في كيا. كمان يعني هذا معروف مكان تشتري فيه شغلات سهلة التركيب، بتركبها في البيت وايزي تو جو. الحلو في كيا انه تقريبا في كل شغلة بدك اياها للبيت، اسعارهم مش غالية كتير. عادة في شغلات هيك اختراعات غريبة من خشب سهل، يعني هو مشكلة في نوع الخشب بس. حلو عندهم في شغلتين حلوات انا بحبهم، في للاطفال الصغار زي في زي ما شايفينه غاد، بتدخل اولادك جوا وبعدوا يلعبوا الاولاد. وفي مطعم عندهم في اكل ممكن العيلة كلها تاكل فيه. فحورجيكم اليوم شوية شغلات في كيا هيك سريعة وإن شاء الله تنبسطوا. أبعاد المكان تبع الأطفال، مش هندخل جوا بس في كل وراء المرقمين. يا طبعا مشكلة كيا اللي هي إنها بس تدخل بتصير زي الحلزون، تدخل هيك بأماكن. بس اليوم عم نعمل أكتيفيتي موجودة في كيا، بدنا نعمل هانتينج لشغلات وندور على أسماء شاركس أنا وآدم، وهي بعطينا ماب شايفينه، بدنا نحبي الأسماء وإذا خلصنا رح نأخذ آيس كريم. آيس كريم يلا. لقينا أول شارك اسمه ديف، هاي شايفينه، يلا سجل اسمه ديف. مش مشكلة، إيش هي 1 3 2 هون. هلا لقينا هذا الثاني، واي كمان لقينا واحد اسمه احنا قاعدين هلا بندور على 13 و 14. ايه هاي واحد، هاي انكر اسمه. هلا وين هذا؟ لقيته، اوه مزبوط حاطينه. ندور على لقيته؟ اخر واحد هذا عنده اثنين هون. طبعا هون الشغلات اللي موجوده في العرض بس بتكون كبيره، فبتقدر تيجي تاخذها هون. في لها ارقام سهله، بحكي لك رقم الصف ورقم القطعه، وهون كله يعني سهل، بس تتعلم عليه بصير الموضوع سهل جدا. وهون بحطوا شغلات كثير اللي عليها سيل، وممكن تيجي أخذها. طبعاً إيكيا سهل جداً إنك تتعامل معه، أول مرة شوي بيكون صعب بس عادة سهل تتعامل. في عندك قسم هون اسمه أزز، هذا الشغلات اللي مرتجعة بتكون هاي هون شايفينها أزز، يكون هذا آخر المكان بيبيعوا شغلات هيك ممكن انك تجربها. هيا هون شايفين هالأزز زي، خلينا اورجيك اياها بسرعة. وصلنا، هذول شغلات الأزز، ناس مرجعينها بتكون فيها مشكلة فيها اشي زي ما شايفين، هاي يعني مثلا 29% ناقص، هاي 73% ناقص، يعني هذول اللي أزز في عليهم مسخ زي هيك او اشي. إيكيا بشكل عام عندهم very good policy للترجيع، بس لازم يكون معك الفاتورة.
عندهم أكل زي ما حكينا، زي ما شايفين هذه الشغلات السريعة اللي موجودة عندهم، الآيس كريم الناس اللي بتشتري بدولار، مثلاً سلايس أوف بيتزا مع كوفي بدولارين ونص، الكوفي لحاله بدولار، يعني أسعار رخيصة. وعندهم شغلات من السويد زي هاي الشوكولاتة مثلاً، عندهم جامز بسكوتات، هاي بصير إيش هذا بسكوت، يعني شغلات هيك كده سويدية. هاي hey. I love you. What would you like? Frozen yogurt. Frozen yogurt is like a ice cream. You're gonna eat hot dogs, so. You want frozen yogurt? Amazing. Okay, so here you go. It is a gift for Adam. Thank you. Thank you. You too. أنا هلا في المطعم زي ما شايفين شغلات عزيزة كتير بتباع هون، دول كتير إفطار في غدا درينكس. في شغلة كويسة كتير، إذا معك شغلة اسمها إيكيا فاميلي كارد بتقدر تسويها أونلاين أو تسويها في الستور، بعطوك ديسكاونت عادة بتجمع بوينتس عليها أو بتجمع الأرقام، ولكن إذا رحت على المطعم بعطوك فري كوفي وسعره الأصلي دولار بس بعطوك إياه فري لأنه معك هذه الكارت، بضلك تشرب كوفي قد ما بدك. زي السوق عندهم سوق تشيكن فيجيتابل دراي اليوم، عندهم شغلات هاي سلطة، يعني شغلات هيك زي كذا. طبعا طلبنا تراديشنال وذاوت سوسج لأن السوسج عندهم فور بطاطا. شوف بانكيك كوفي فري، عندهم شغلة زاكية اسمها أبل سايدر بيتش سايدر، هنجرب شو هاي الشغلات. يلا صح. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.